بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصلاتنا في امرنا واجعلنا ممن يكون سببا لاهتداء عبادك يا رب العالمين. اصلح حالنا في الدنيا والاخره امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو ان نتحكم بحول الله تعالى وبركاته منه بحديثين لإمامنا علي كرم الله وجهه. يقول في الأول: من اجتنب المحارم، من اجتنب المحارم قيل فمن العقل؟ قال: من رفض الباطل. قرأت فيما قلت الآيات التي لها صلة بالباطل، قسم في بداية سورة محمد عليه السلام. قيل: فمن السيد؟ قال: من فعاله جيد. فعاله أو فعله فهو حسن الفعل كما هو حسن القول، وهو كريم غير لئيم ولا مفر. قيل: فمن السعيد؟ قال: من خشي الوعيد، أي شديد الرحمن يأخذه بجد فلا يعلم نفسه إلى الكتاب. قيل: فمن الكريم؟ قال: من نفع العديد، يعني ينفع غيره المعاملات الروحية أو العقلية أو المادية أو العصبية، أي معاملة كانت يكون دائما المعدوم يخليه يرتضى إلى درجة الإنسان الذي يتغبى بنعمه وفضائله على المستوى الروحي والعقلي والجسدي والفعال. يقول: فمن السعيد؟ قال: من خشي الوعي، اللي صدق قضية بالوعي. قيل: فمن الكريم؟ قال: من نفع العديد. قيل: فمن الشريف؟ هو الدوبل. قال: من أسف الضعيف. هذاك هو اليوم اللي قاعدين يضموا الضعفاء خاصة هم رجال الأعمال، هم عند الناس عندهم الذين لا يعقلون، وربما تأتيهم مصائب كبرى وهي قاعدة تجيهم ولكن لا يفقهون. هذوما اللي هو يزيد الضعيف ضعفا ويزيد الشقة يوسعها بين الأغنياء والفقراء، وهذا يقعد يراو فيه من رأس المالية اللي هي من عبث الصهيونية. يقول: ومن اتبعها وكان عميلا لها. يقول: من نفع العديد هو الكريم. قيل: فمن الشريف؟ النظر. قال: من أصف الضعيف. قيل: فمن الغمر؟ أي اللي هو لم يجرم تسمى سابقة نافعة وهو غارق في جهله ويدعي أنه أوتي العلوم كلها. قل: من لم ينتفع لأني فلسفة حفظت شيئا هذه لك الحظ، وغابت عنك أشياء. فنعاود: فمن الشريف؟ قال: من أصب الضعيف. قيل: فمن غمر؟ قال: من وثق بالعمر، يعني قال طال عمره وما جاش عذبك وهو على الحق. وربي يملي لنا يا ناس، وأملي لهم من كيد متين، استكبار من الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما لهذا الكتاب لا غدر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا ربي تركم العمر كبار، خذ آلاف السنين، لابد من الموت، لابد أن تشرب ذلك الكأس. قال: من وثق بالعمر هو الغمر المغمور بالجريمة. فمن الهالك؟ قال: من دفع إلى مالك، أي من كان سيلاقي مالك وهو الساهر على أمور جهنم والعياذ بالله. وقرأ القرآن فيقول: يا مالك ليقضي علينا ربك، ولا يقول لأهل الجنة: أعطونا شفيدوا علينا من الماء، ولا أعطونا شيء من نوركم. ذلك كل محرم عليكم، أخذيته في دنياكم ولم تشكروا، أي ذلك بأخركم تكونوا منا في ذلة ومهانة. هو الحديث الثاني لإمامنا علي كرم الله وجهه: من أتت عليه الأربعون، أي بلغ الأربعين من السنين، إذا لو خذ حذرك من ديون المقدور، أي الموت، كن حذرك. راهو عموما الموت يقهر بعد سن الأربعين عموما، فإنك غير معذور، ما عادش عندك عذر تقدم له، لأنهم لا يخلصون يوم القيامة، ما عادش يكسبون
فرصة أخرى باش نرجع نعمل صالحا ولعلي أفعل خيرا لما تركت، أي ما تركت ويأمل في ربي سبحانه. ربي لا يعمل واحد، ربي حين نزل أي حقها حين قضى لم يرضى. نقول كما قال إمامنا عليه رضوان الله: إنك غير معذور وليس أبناء الأربعين بأحق بالحذر من أبناء العشرين. يعني كلكم تستوون الموت والإدام حتى في المطلوب، فإن طالبهما واحد، اللي يكفون يجري وراءهم ليفتي كالهم والموت، وليس عن الطلب برق. يعني هو بأمر الله يسير على يد سيدنا عيسى عليه السلام، ليس برق لا في سينا ولا في نحن، بل هو في نشاط حتمي وهو الموت. فاعمل بما امامك من الهول، اعمل توب لان قدامك هول لا تقدر على تجاوزه الا بالعمل الصالح ما دمت حيا وما دمت حرا وما دمت مختارا. فاعمل بما امامك من الهول ودع عنك الجحد والقول، اي كل زخان يجي بها اللحمه سميديا يجي بها ما سمي فنون لا تغني عنك من الله شيئا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.